بهذه أبان وفرح سنة هاي إن هل كان إن شاء الله تعالى فدينا إنه وقبلنا إن إنه درين كنا كم وشنا سلمر كان بحسبوش إنه أن أرنت كوساب سن بحين وهي للحين المسجد الأقصى وبيت المقدس وأرض الشام أن ولا ليال تاريخ ده بيت المقدس هي مسجد الأقصى كل حيالة شيخ أو حكم ذا طابطي وحن كريد الحسوسين يا إن قرقة ليرادو بيت المقدس رنتي تاريخ دير أولي هاي و مركع علماتك تاريخين يوحي نادان عدي هو الرئيسي دكتي وحي هايين لمنكي كانوا عانيين تبعون شراي وشان كون هو سلطات كهر دقي انتان نبي الله عيسى صبحنن قدمنا إلهي سبحانه وتعالى وحا عمري نبي الله موسى عليه السلام يقوم كيسي إنه كحر هيان أرض بيت المقدس way la dagaalamaan yahuuda markii la faray inay la dagaalamaanna waa kuwa quraanka ka sheekeeyay inay yiraahdeen idhab anta rabbuka faqatila innaha huna qaa'idun adiga rabbiga israaca oo muuso niman ka u tagay karimay ma ee idinku la dagaalama anagu halkan aan sii fadhiyaynaa kadibna waxaa maartay ka dambeeyay dawladihii loodan jiray دولة الفراعنة وكل يصدح بقول صندوق كهر قبل ميلاد عيسى عليه السلام يقول كتليه كدنا يهود دولة بوقت على طي الكاس أو أي قدس مركع النبي الله داود عليه السلام هي النبي الله سليمان وإلى كيساء أي كسر تليان كدنا واحد يمين منكي برشين تلورن شري البحنمادي برشيا amma ninkii farisiinta oo jiray oo waqtiga iyaguna 300 sanadood ka hor intaan nabi ciise qalan iyaguna ka taliyay griiga ku xigay waxa ku xigtay boqortooyadii loo oran jiray romaaniyiinta ama byzantiyiinta ayaa ku xigay kuwaas ay markaa muslimiintu ka furteen oo ay ka qaadeen ilbaxnimada romaaniyiinta loo oran jiray أيام مسلمين توقي ما دام عهد عمر بن الخطاب صنة كيشر يتمنى هذه هجرة أي أبو عبيدة عامر بن جراح عيدا وقامين أيوم أي سوار كان يقبتين مقالة قدس مدول لحب راضة سنة سنة كحريا وحين قرار هنا إن أي تهاي قدس المسجد الأقصى مساجد كل حيال لكن النبي عليه الصلاة والسلام لقد علمي إنا هدون كرنا وحن كرنا إن أنت صوت شر أي دجال قصو قادم قال ذيك الدوانيت ونمك الصليبيين تها الحروب الصليبية سنة كبركوها كن هي سجال سجاشن كي ميلادية ده هي صو ورغم كده بنو حكو حريجي من كعاد مقشرة ليا صلاح دين اليوم يا شيخ هذا ينوش يا جاي كن يوم بقوليو todobi isteetankii mar labaad ay soo weerareen 12 sanadood bay haysteen waxa markaana ka xoreeyay laga xoreeyay 1244-tankii waxa kale oo iyaguna mar soo weerareen nimankii mangoliinta loo oran jiray waxa iyagana ka xoreeyay dawladul mamaliik qudus markii dambe waxa ku wareegtay gacanta dawladda islaamiga ahayd loo oran jiray dawlad uthmaaniya kuwaas oo 1616-kii ilaa 1917-kii ka talinayay 1917-kii ayaa ingiriisku qabsaday oo ka dhigtay maxmiyad ama protectorate 1917-kii ilaa 1918-kii intaas ayuu gumaysanayay 1918-kiina wuxuu ku wareejiyay gacanta yahuudda horta taariikhdii oo kooban markaan sardiyo wax ka mid ah taas weeyaan
وحد عدي يهود إن قبصدين قدس قدس حقوق قبصدين تلا بقي بوت قدس الغربية وقيتها دانتا قلبيتها هي قدس الشرقية ودانتا برقة دانتا قلبيت وحي لو ريقين كل يستقال بقول يستيدي أفرتنك دانتا برينا وحي قبصدين وكسو دولين ومسجد كنا كو يالو كل يستقال بقول يستقال يلحدنك ورطا قدس تالا قبصدين واقص محاوية أهمية كترته وين قدس وضا بصعنا وين مين البلد تاقنا القدس لنا قدس أنك إسكالة دار مسلمين تنهاي قدس وأرض المغتصبة وأرض الله بوابي لولي إيهاي وحين نقول لها أهمية دي إذا واحد كو قران كرتا مركا وقوه الرئيسة وحكو يا الله مسجد كي لبعض المسلمين تأي يشان انت تاريخ دي لقران عيو نبي قنا الشيغي حديث تقول الشيغي وأهد مسجد الأقصى إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين بين هيل مساجك يقوه ريه أرلاد الله كيانو إلهي سبحانه وتعالى هو مسجد كردغو أو عيمين مسجد يهي مساجك مكاكو يهل مساجك كي لبادي الدنيا دي لقد تاقانا ومساجك مانتا أيهود إنقاه يساتو بيت المقدس وحانا أود حيي أفرطا سلدو أود حيي ومساجدك وحكم إذا يصدح المسجد الشرعة تري لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد صدح مسجد وكلية أي صفر عباده لو قلت كرا ولو لو صفر كرا إن لو سوء عباده يستو إذا واكا مكا كيالا حرم كمكا من واكا مدينة من نوا بيت المقدس وصدح داوي إلهي سبحانه وتعالى صدح مسجد وكاد قاي صلاة الوتر قدر من الله اللابن فالله كان يقول مسجد كاس ما أنت اللي نقاه يستو قفك كل عبادة يستاه يا صلاة قطقة وحكا صباحا يا سيد الله دم الدافي وقال نبي الله سليمان عليه السلام مركي أورد الصي بيت المقدس إلهي صدح الرواد ويديست وحو ويديست حكما يصادف حكمه إلهي نسي حكم وافق صن حكم كإلهي وحكم كأو حكما إنه مد وافق صن نقض حكم كإلهي إلهي وحو ويديستي ملك لا ينبغي لأحد من بعده إنه إلهي سيو بغرتويو سجع عد كذا بيسا الله سيا أنا كرمين إلى قيام الساعة لبدي مولسي إلهي وحو ويديستي مركو مساجد كارد ما يوم بيت المقدس كي الله أن لا يأتيه أحد لا ينهزه إلا الصلاة فيه أن يخرجه من خطيئته كيوم ولدت أمه إن قفك مساجك صلاة هي عبادة ويما هذا أنا كبحن إساقه دنبك أهم ويانا سيدي هو يدي كل شيء صدح داء الرماد إلهي سبحانه وتعالى بيت المقدس آخر الزمان وما أنت أين تشوفنه النبي عليه الصلاة والسلام وهرت سير شعاعي إلا فرندونه ونبي عليه الصلاة والسلام لح الرماد قفلوا بترسو وكم إذا من أشراد الساعة على مدى ساعة قيامة كسر الرئيسة وحكم بلعبي موتي غير ديدا لما شاء النبي عليه الصلاة والسلام وعلى مدى موتينسة إن قيام الدوية وحكى له كم إذا فتح بيت المقدس بيت المقدس إلا فرندون وبشار النبي عليه الصلاة والسلام وصير شاقا وحى النبي عليه الصلاة والسلام شاقا ولا يشكن لأن يكون للرجل مثل شطن فرسه من الأرض حيث يرى منه بيت المقدس خير له من الدنيا جميعا وحدي بدونتا ودوان دونتا إنو منكو فرس كيس سبي تورك أولاد عايا ما هوش أولاد عايا ما يلا ديقو أولوكا إن لأك يعني أولوكا لأك إن إنتا إن لأك بيت المقدس إنو إشي سؤاي قبطو كأركو إن
uga khayr badnaa doonto adduunyada iyo wax saaranba. Marka Baytul Maqdis inaad aragtaa subax walba ood ku soo toostaa waa shay cibaado ah oo tusinaysa aan waxa weeye ahmiyadda u leeyahay. Baytul Maqdis wuxuu ka mid yahay dhulka aanu ninka dajaalayaa soo bixi doono aanu geli doonin ayuu ka mid yahay. Waxaa nabigu calayhi salaatu wasalaam inoo sheegay in Baytul Maqdis iyo koox ummaddiisa ka mid yihi aakhiru zabaanka aynay ka kici doonto Baytul Maqdis oo ka soo dhex bixi doonto kuwaasu xaqa ku taagan. Rasuulku sal allahu alayhi wasalam laa tazaalu taa'ifa min ummati cala alxaq daahiriin licaduwihim qaahiriin laa yaduruhum man khaalafahum ilaa maa asaabahum min ilawaa'im xata yaatiyahum amru llahi wahum kadalik. Qaaluu ya rasuul allah ayna hum qaala bibayt lmaqdis wa aknaafi bayt lmaqdis. Kooxda xaqa ku taagan ee cidoba ka adkaanaysa ee cadowga khasbi doono jujuubi doono ee cidan leen ciddii ka soo horjeesataa aan waxba yeelaynin inay soo bixi doonaan oo ummadda nebi maxamed aan laga dhex waayaynin ilaa qiyaam saaca. Xaggaanu kuwaa ka raadinaabaa nebiga la yidhi waxa weeye Baytul Maqdis iyo garbaheeda ama hareeraheeda. Waxaan kaga tegayaa aan ku soo khatimayaa Baytul Maqdis waa gurigii ambiyada oo dhan qibladoodii weeye ilaa nabigeenna calayhi isalaatu wasalaam qibladii horey ahayd oo 16 bilood ilaa 17 bilood ayaa nabigu calayhi isalaatu wasalaam isagoo madiine jooga uu u jeesanayay qaarta weeyaan Baytul Maqdis oo yacni nabigu calayhi isalaatu wasalaam qibladii ahayd. Marka dambena qibladii aabihii ama Ibraahim calayhi salaam uu nabigu jeclaa inuu qiblo ka dhigto ayaa loo wareejiyey. Weliba waxaynaan sheegin Baytul Maqdis waxay ku taallaa ardu Shaam oo ah ardu lmaxshar walmanshar, halka la yska soo bixin doono, halka aakhiru zabaanka dadka la ysugu geyn doono oo naar baa ka soo bixi doono ama dab baa ka kici doona fii qacri cadan, cadanta salkeeda dabkaasi dunida oo dhan buu marayaa, dadku dabada ka kaxaynayaa. Taqiilu xayfu yaqiiluun wa tabiitu macahum xayfu yabiituun, halkay habeenkii u hoydaan bay ula hoyanaysaa, halkay qayluushadaan bay la qayluushanaysaa, ilaa ay dhammaan dadkao dhan isugu geyso meesha la yidhaahdo ardu Shaam, halkaasaa dadka laga soo saari doono. Marka ahamiyadda maanta masaajkaasi leeyahay maxaamud ka muslimiin ahaan innaga inaga saaran in aynu ka qabanno waxa weeyaan qof kastoo muslim horta waxaa loo baahan yahay inuu horta marka ugu horeysa calaa cilmin wa basiira kaga sugan yahay Baytul Maqdis iyo ahmiyadda ay leedahay iyo dhul ila muqtasaba oo laynaga dhacay oo booli ahaan inagaga maqan inay tahay inaad ogaataan. Tan labaad, inaynu u nusrayno carabka uga heelino oo maalka ugu heelino oo waxa weeyaan siyaasiyan ugu heelino oo maalinta calam aljihaad shahaad calankiisa laga qaado oo halkaa maalinka maanta jihaad laga oogo inaynu u heelino, intaba inaynu u heelino waana iman doontaa waqtigeedu. Nimankaa yuhuudda oo bini aadamkii fasahaadiyey haddaa waxa kale iska daya fasaadkoodu gaadhay ilaa iyo dhirta iyo dhagxaanta, waxaa iman doontaa oo nabigu inoo bishaareeyey inay iman doonto maalmaha ka mid ah oo muslimiinta iyo yuhuudda dagaal u dhex mari doono oo ay muslimiintu dhulkaa qabsan doonaan oo ay dagaal la geli doonaan ilaa waxa weeyaan dhagaxa iyo geedkuba ay la hadlaan qofka muslimka ee dagaalamaya ee ciidanka ah oy ku yidhaahdaan yaa muslim waraa'i yahuudiyun faqtulhu, muslimow ni yahuudiyaba xagga dambe iga joogee kaalay la dagaal ayaa iman doonta. Walaa budda waana imanaysa biidni illaahi albaari. Laakiin innaga ka muslimiin ahaan waa inaynan ka dhigin in qadiyad falastiin leedahay, waa inaynan ka dhigin qadiyad carabi leedahay, hiya qadiyat islaam qadiyadii muslimiinta wey, qadiyad aad leedahay wey, maaha inaad tirada maxayga calamkii jihaadka markii hoos loo dhigay ayaa dad muslimiintu waxay noqdeen
inay si loo kala u hadlaan oo qofku qaryadiisa iyo tuuladiisa kaliya uu ku abtirsado waana arrin layna geliyey laakiin waxa laynaga rabaa muslimiin ahaan buqcad kasta walow qadar shibrin oo muslimiintu leedahay oo meel lagu soo duulay in dadka muslimiinta meesha jooga ay iska celiyaan cadowga hadda iska celin kari waayeen walaalahooda kale ay u sireeyaan ilaahay waxaan ka baryayaa tabaaraka tacaala inuu inaga dhigo kuwa majdigii iyo sharafkii ay lahaayeen soo ceshada sida qur-aanku ku soo ceshan karaana waxa weeyaan sida ilaahay ba sheegay in tansurullaaha yansurkum wayuthabbit aqdaamakum haddaa ilaahay u hiilisaan ilaahay way idin hilinaya nasirgii ilaahay wuxuu ku xidhan yahay inaynu annagu horta marka hore diintiisa u hilinno oo diintii aynu isbarbar taagno oo xaqii isbarbar taagno oo aynu soo noqono falastiin waxa laynagaga qaaday macasi aynu samaynay inagu aynu galay ilaahay baynagu salliday cadowgeenniiba ilaahay baynagu salliday labadii jeer ee qur-aanku sheegay in ay gacan sarrayn doonaan yuhuuddu laba jeer baa qur-aanku sheegay aayaadkii inanku halkan ka akhriyey la tufsiduna fi lardi maratayn walaa tacluna culuwan kabiira labadaa jeer bay nimankaasi samadaa mari doonaan oo dowlad u dhismi doontaa oo ay kibir iyo isticlaah ay samayn doonaan mid ka midii waqtigii wuxuu ahaa nabiyullaahi salaame calayhi salaam ka dambeeyey ee ay boqortooyadii yuhuuddu ay dhisantay ee ay kala dhaxleen muddo kadibna markay kibreen ilaahay baa u soo saaray subxaanahu watacaala qoom ku salliday oo nabiyullaahi muusa calayhi salaam iyo waa tii la xaaqay mar labaad bay arada fasaadin doonaan markii labaad waa maanta halkan maanta inay isku urursadaan oo ku ballamaanna waxaa ka dambaysay nimanka sahyuuniyadda la yidhaahdo sahyuuniyadda waxa weeyaan waa xaraka siyaasiya oo adduunyada ka amaamutay qarnigii 19aad oo ku baaqday yuhuudda ugu baaqday in ay ku soo noqdaan ardul ajdaad walaabaa dhulkii aabbayaashood say iyagu sheegteen inay ku soo noqdaan ayay maaragtay ku baaqayaan sidaasay marka ku yimaadeen weeyaan ilaahay waxaan ka baranaa marka tabaaraka watacaala inuu majdigii iyo sharafkii ummadan ilaahay soo celiyo innagana waxaa laynaga rabaa diintii islaamka ahayd kuryeelkeeda inaynu isu taagno qof walowbana inaad diinta ku camal fasho sidaasaynu ugu nusraynanaa falastiin iyo nafaheennaba iyo meelaha kale muslimiinta maanta laynaga haysto ee dagaaladu ka oga yihiin sala allahu wasalam calaa nabiyina muxamed subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaha ila anta astakfiruka waatubu ilayk